اسم كوكاكولا مقرون مقترن بلوتو بالرياضة بصفة عامة وكرة قدم بصفة خاصة. وعلى ذلك تلقاونا نحن متواجدين في جل الملاعب في تونس مع مختلف لي ديفيزيون نتاعهم، ما نعطيهم فرصة لتأطير الشباب ونساعدوهم على ذاك. وعلى ذاك معناها قمنا بعقود استشهار مع أغلب الجمعيات التونسية في رياضة خاصة كرة القدم، ونفس الشيء معناها قمنا به مع الجامعات. معنا عملنا مازلنا كي جددنا العقد نتاعنا مع الجامعة التونسية لكرة القدم اللي تربطنا بهم معناها تواصل وشراكة عندها تو أكثر من 24 سنة. معنا كنا ديما متواجدين لتحقيق معناها البرامج تاع الفيدراسيون التونسيان فوتبول وديما كنا ندعموا فيها. نفس الشيء معناها فما جامعة جديدة معناها مازال كرة النور مؤخرا كيف كيف نتشرفوا نحن باش ندعموا الجامعة هذه الجامعة نتاع التونسية لكرة القدم المصغرة ميني فوتبول اللي نتمناو لها النجاح في النشاطات نتاعها. هذا سو لو بلان معناها دو سبور سيفي. بالنسبة للسبور سكولير معناها الرياضة المدرسية نفس الشيء معناها تم بعث الكوبا كوكا كولا اللي تمس فئة معينة من الشباب اللي تلامذة أقل من 16 سنة. معناها شفنا فيهم هذوما تلامذة هذوما الفئة هذه معناها نمسوا أكثر عدد ممكن وهذوما نجموا يحققوا المبادئ اللي نحن تجدد على خاطرها الكوبا كوكا كولا. احترام المنافس معناها العقل السليم في الجسم السليم والفرد في خدمة المجموعة معناها الاسبري كوليكتيف. وباش نحن باش نلقاو شكون يحقق لنا البرنامج هذايا ما لقيناش احسن من الجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه والجامعيه اللي تمس اكثر عدد ممكن من الناشطين في حقل الرياضه، تعرفوا عدد كبير. وعملنا معها معناها شراكه وكانوا هما كيف كيف فاعلين. وهذه فرصه كما نشوفوا معناها التلامذه هذوما باش يبرزوا المواهب نتاعهم ولا ما لا تفتح لهم معناها فرصه باش يمشيوا لبعيد ولا يعملوا اسم حتى في كره القدم. وبالنسبه للشراكه هذه مع الجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه والجامعيه نفسح المجال لصديقي سي فيصل عجمي ممثل الجامعه باش يعطينا اكثر وضوح على الشراكه هذه.